اذكر اذكر حيوانات استخدمها الإنسان في الحرب. ما شاء الله. اذكري لي حيوان واحد من الحيوانات التي استخدمها الإنسان في الحرب. الحصان. ها؟ الحصان. الحصان. نعم وأعلى احتمال. الآن من حقك أن تأخذيه أو تحوليه على عائلة المكسوسة. لا إنه. تأخذه؟ إيه. يلا تفضلي. تفضل سيدة الحمدية. وأهلا وسهلا. ومريم. مريم يلا. شدوا. يلا. السؤال. اذكري لي حيوان من الحيوانات التي استخدمها الإنسان في الحرب. مريم. با عليها. لا. هذا خطأ أول ونبأ. الكلب. خلينا نشوف. الكلب. برافو. الكلب موجود. ومصطفى. الفيل. الفيل. نعم الفيل موجود. إذن الحصان والفيل والكلب. باقي أربع احتمالات. يلا كوثر. الثور. الثور. خلينا نشوف. الثور. خطأ ثاني. من حقكم أنه تتفقون على حيوان واحد. مريم. الجمل. الجمل.